ما هي باقات البيانات التي تقدمها دول لعملاء الخطوط المدفوعة مقدماً وعملاء نظام الفاتورة؟ نقدم خطط بيانات تناسب الجميع. بإمكانك الحصول على إحدى باقات البيانات الشهرية التالية. لتفعيل أي باقة بيانات شهرية على حسابك المدفوع مقدماً، استخدم خيار البيانات أكثر عند شحن رصيدك مستخدماً بطاقة واو ذات القيمة المناسبة. فقط أطلب نجمة 131 نجمة، رقم بطاقة إضافة الرصيد، مربع، ثم أضغط على زر الإرسال، أو بإمكانك الاتصال ب135 واتباع التعليمات. إذا كنت عميل نظام فاتورة وتريد تفعيل باقة معينة، ابعث ديتا مسافة هلب في رسالة نصية قصيرة إلى 1355 مجانا، واتبع الخطوات أو اتصل ب135. بإمكانك أيضا أن تحصل على أي باقة بيانات وتقوم بتفعيلها من خلال تسجيل دخول عبر موقعنا www.do.ae/selfcare في حال كنت من عملاء الخطوط المدفوعة مسبقا. بإمكانك أيضا الحصول على باقة بيانات يومية ستمنحك 25 ميجا بايت لمدة 24 ساعة مقابل 5 دراهم فقط. للحصول على هذه الباقة أطلب نجمة 135 نجمة 244 مربع، لكن تأكد من وجود 5 دراهم أو أكثر في رصيدك. تذكر أنها بإمكانك تفقد رصيد بيانات أكثر ووقت أكثر متى ما أردت من خلال طلب نجمة 135 مربع. لمزيد من المعلومات أو للحصول على مساعدة أخرى، بإمكانك مراسلتنا على تويتر @dotweets أو قم بزيارة موقعنا على www.do.ae/support.